يبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسميا اليوم زيارة تستمر 3 أيام لبريطانيا، يجري خلالها مباحثات حول تعاون أمني مع رئيس الوزراء ديفيد كاميرون. وتتزامن زيارة السيسي مع إعلان الحكومة البريطانية وقف رحلاتها الجوية بين بريطانيا وشرم الشيخ بمصر، إثر حصولها على معلومات ترى أنها تدفع في اتجاه الاعتقاد بأن شحنة متفجرة كانت السبب في تحطم الطائرة الروسية في سيناء هذا الأسبوع. وتشهد العاصمة البريطانية اليوم تظاهرات احتجاجا على زيارة السيسي لبريطانيا وللمطالبة بوقف الدعم العسكري لمصر. ومعي مباشرة من أمام مقر وزارة الخارجية البريطانية وسط لندن مفدنا إلى هناك جمال عز الدين. جمال، إذن هي الزيارة الخامسة للسيسي لعاصمة أوروبية، ما هو برنامج الزيارة اليوم وكيف وما هو حجم الاحتجاجات أمام مقر الرئاسة البريطانية في لندن؟ نعم، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان من المفترض أن يصل إلى هنا إلى داونينج ستريت بحدود الساعة 10، ولكن وصول الرئيس المصري قد تأخر. نحن بانتظار وصول عبد الفتاح السيسي هنا للقاء رئيس الوزراء ديفيد كاميرون. كما تشاهدون هنا الصورة، مسيرات ومظاهرات مؤيدة ومناهضة للرئيس المصري، العديد العشرات ربما بالمئات يعدون من أنصار الرئيس المصري وصلوا منذ الساعات الأولى اليوم لتأييد ول دعم الرئيس السيسي في هذه الزيارة. هذه الزيارة التي يعني خلفت جدلا كبيرا حقيقة، سواء في داخل أوساط الجالية المصرية والعربية هنا وكذلك في المشهد أو المجتمع المدني البريطاني بين مؤيد ومعارض لهذه الزيارة. منذ قليل يعني الشرطة البريطانية تحاول جاهدة فض خلافات ومن حين لآخر تنشب مناوشات بين الفريق بين أنصار الرئيس المصري وبين معارضيه. كما تشاهدون هنا في الصورة، العشرات من معارضي الرئيس المصري تجمعوا بدورهم هنا في الساحة مقابل داونينج ستريت اعتراضا على هذه الزيارة، يتهمون الرئيس المصري بابتهاج سياسة قمعية ضد المعارضين وبسجن عشرات الآلاف من المعارضين في مصر. هذه الزيارة كما قلت خلفت جدلا كبيرا، وكانت أصوات عديدة تطالب رئيس الحكومة البريطانية بإلغاء هذه الزيارة، ولكنه على ما يبدو لم يصغي لكل هذه المطالب، وحتى مطالب المعارضة البريطانية جيريمي كوربين كان أعرب بدوره عن عدم رغبته أو معارضته لهذه الزيارة. بعد قليل سيصل الرئيس المصري للقاء ديفيد كاميرون، وفي الأجندة كذلك لقاءات مع كبار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين كذلك هنا في العاصمة لندن. شكرا جزيلا لك مفدنا من وسط العاصمة البريطانية لندن، كنت معنا جمال عز الدين على جملة هذه التفاصيل.